وسهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقرة دي هنحكي مع بعض حكاية فنان جرافيتي حلم بالمنافسة العالمية وربط ما بين الفن والرياضة والسياسة من خلال مجموعة من اللوحات الفنية قدر من خلالها ان هو يحقق حلمه رغم الكثير من الصعاب. رسم كتير جدا من لاعبي كرة القدم طبعا ابرزهم مؤمن زكريا ومحمد صلاح ومجموعة كبيرة من نجوم العالم في دنيا كرة القدم. هنتعرف عليه اكتر وعلى اعماله اكتر من خلال هذه الفقرة. معانا الاستاذ محمد فاروق رسام الجرافيتي. صباح الفل عليك ومنورنا وتسلم ايدك على الشغل الحلو اللي احنا شفناه. ميرسي جدا، ده من ذوقك والله. الحمد لله، ده توفيق من ربنا طبعا. يعني صباح الخير وكينج مصر، صح؟ مش رايك كينج مصر؟ كينج مصر اللقب ده يعني مش من فراغ طبعا. اكيد خلينا نعرف بس بدايتك يا محمد، ان واضح ان انت مش بس بترسم يعني حاجه هوايه، لا انت محترف ومحترف يعني بشكل جميل ومميز. فخلينا نعرف البدايه عندك كانت ازاي. هي بدايه غريبه جدا بصراحه. انا نفسي لحد دلوقتي بستغربها، بس الحمد لله ده توفيق من ربنا. انا في البدايه من وانا في المدرسه في المرحله الاعداديه كنت بشتغل، كنت خط كويس في القلم العادي. ففي يوم من الايام حبيت مجال الخطوط العربيه، حاولت ان انا ايه عاوز طب اجرب على الحيطه بدعم والدتي رحمه الله عليها. كان طبعا المساعده ماديه، قالت لي يا محمد خد هات الالوان والادوات وابدا خد الخطوه، ايه المشكله؟ وكانت دي بدايه الخطوه. طبعا لقيت انسب جدار ليا اللي هو جدار مدرستي، استاذنت مديري طبعا وبدات ارسم على الجدار. هي كانت تجربه ولا ناجحه ولا فاشله، بس الحمد لله كانت خطوه كويسه جدا وايجابيه بالنسبه لي. من هنا بقى بدا معايا مشوار الخط. اشتغلت في مجال الدعايه والاعلان، مفيش رسم دلوقتي. اشتغلت حوالي مثلا 5 سنين، منذ بقى 6 سنين في صدفه غريبه جدا من اغرب الصدف في حياتي. كنت شغال على جدار حضانه، فالمدرسه طلبت مني قالت لي يا محمد انا عاوزاك ترسم حاجه للاطفال نفرحها. قلت لها والله انا مش بعرف ارسم، انا خط بس. قالت لي طب حاول اي حاجه نفرح الاطفال. قلت لها والله انا مش بعرف ارسم. قالت لي طب بص انا هجيب لك ورقه عليها. انت اتصدمت من ساعه الصور بتاع المدرسه ولا ايه؟ ليه قلت ما بعرفش؟ لا انا بعرفش ارسم، انا كنت خطاط خطوط عربيه وكان لسه يعني مش عارف الموهبه دي. انما مسكت الرسمه، جابت لي رسمه نموذج من شباب، حاولت اقلده. بفضل الله كانت اول تجربه في حياتي، انا فوجئت ايه ده، انا رسام. يعني بدايتك سبونج بوب. سبونج بوب. هي نفسها بتقول لي انت بتضحك عليها، طب انا مش هديك فلوس. قلت لها والله ابدا، دي اول تجربه. والست دي كان لها الفضل عليها بعد ربنا ان تكتشف الموهبه، والحمد لله. اول حاجه بدات في غرفتي طبعا، والحمد لله. الفن ده فن جميل جدا. يعني لو انت سافرت بره قبل كده اكيد نهواند شفت انت المنظر ده في اكتر من حته، في كتير من الدول الحقيقه بتلاقي مناطق معينه، المناطق بالكامل كل المباني اللي فيها، كل العمارات اللي فيها، كل الحيطان اللي فيها باختصار مرسوم عليها رسومات جرافيتي ولا اجمل ولا اروع، لوحات فنيه معروضه للناس. انا ده اللي بحلم ليه ده ما يحصلش عندنا؟ انا ده اللي بحلم بيه. بص حضرتك، هو الجرافيتي في مصر انا حاسس حقه مهدور شويه، يعني مش ظاهر قوي في مصر. بره يعني انا حلمي نجاح يطلع من بلد اللي هو صعب ان انت دلوقتي تطلع من بلدك بالمجال ده، فانا حابب احترف فيه هنا واطلع بيه بره. الجرافيتي في مصر يعني مثلا بيقول لك انه بيدخل فيه السياسه، هو الجرافيتي رساله، فانت بتوصل بترسم حاجه بتوصل بها رساله. هنا في مصر بيحسبوها غلط ان انت مثلا ترسم حاجه غلط في الشوارع، ان انت فانا نفسي ده وبسعى لده، ان انا مثلا ليه عماره مثلا شكلها مثلا مش لطيف، ايه المشكله من نرسم عليها منظر جمالي مبدع ونجمل شوارعها الانفاق. بس دول بيعملوا كده دلوقتي، بس اعتقد لازم بتاخد موافقه او تصريح. انا بقى الصعب بالنسبه لي هو التصريح. انا سعيد في الموضوع وربنا يوفقنا ان شاء الله وحققه برضه. على الطريق الدائري يا محمد في عماره واحده، خد بالك ازاي، لو انت جاي مثلا من 6 اكتوبر متوجه ناحيه مصر الجديده، او هتبقى العماره دي على شمالك تمام، في وسط عمارات من هي، عارف العمارات اللي هي لسه بالطوب. عايز اقول لك انت شايف تابلو رائع من بعيد جدا، وكل ما بتقرب منه كل ما بتستمتع. انا نفسي في ده بجد. خدت خطوه، رحت لجهه معينه، هل مثلا حاولت تحصل على تصريح مثلا من الحي، من يعني فاهم قصدي؟ هو انا حاولت، انا بدات في بلد، يعني رحت رئيس مجلس الشعب عندنا في المنطقه اللي انا فيها، وقلت له انا حابب اعمل حاجه لسياده الرئيس عبد الفتاح عندنا في بدايه المنطقه بتاعتنا، حاجه على عماره كبيره بحجم عالي، بحجم كبير جدا، وباذن الله هنفذه. انا ورا الموضوع ده لحد شايفين لك واحنا بنتكلم يعني. دي رسمتها في 30 يونيو. ده فين؟ دي في مكان كده خاص بيا، بنعمل فيه رسومات برضو اللي هي ايه خاصه بيا، يعني دي بتبقى من رغبتي انا،
وطبعا بناء على طلب الناس ده اساسي يعني انا اهم حاجه بنزل رغبات والناس هي اللي بتطلب مني ارسم. الناس اللي بيشتغلوا في مجال الرسم عموما او اللي دي هوايتهم بيبقى عندهم مرسب، انت مش محتاج مرسب، انت عايز انا الحمد لله والله انت عايز مبنى انا عايز مساحات فعلا. شغل اغلبيته بحب يبقى على مساحه كبيره بقدر المستطاع، يعني انا نفسي كل ما الرسمه تكبر كل ما بحس طبعًا ان انا مستمتع اكتر. بس لو انت برضو تقول لي كان في مفروض اللي هي الاكشات بتاعت الكهرباء كان بالاشتراك مع فنون جميلة، طلبة فنون جميلة كانوا بيرسموا عليها، يعني ده حصل من فترة برضو بشكل كبير. شفت الفترة اللي فاتت وكان الجروب شباب وبنات من فنون جميلة فعلا بالزبط. بدأوا يزينوا وفرحت جدا بالموضوع ده وبسطت جدا جدا. انا نفسي نستغل الجرافيتي في مصر في تجميلها في شوارع كتير. برضه بمناسبه الكلام عن فنون جميله دي نقطه مهمه اللي هو انت قالتها، هل في تنسيق ما بينك وبين كليه فنون جميله؟ يبقى في تعاون مشترك، يبقى في دراسات عليا مثلا يعني بتفكر تعملها؟ هو انا طبعا دي حاجه تشرفني جدا وتبسطني وتزيدني خبره، بس الغريب ان انا حكيت لحضرتك ان انا بقى لما كملت في المجال وطورت من نفسي ما حاولتش ان انا ادرسه او اتعلمه من حد. هو كل ده وانت مش دارس؟ انا كل ده الحمد لله موهبه من ربنا. يعني هو كل ده موهبه فقط؟ موهبه فقط واعتمدت على نفسي عشان اطورها. بجد انت مش دارس ولا اي حاجه، ولا ماسكه الريشه ولا اي حاجه ولا الالوان؟ ولا وقفت قدام حد اتعلم منه. يا خبر الحمد لله ما شاء الله بجد موهبه جميله ما شاء الله. وطبعا مشاهير كره القدم طبعا محمد صلاح وكريستيانو طبعا فخر العرب. هل مثلا عرفت ان حد منهم شاف لنفسه صوره جرافيتي انت كنت راسمها؟ هو يعني هو وصل لك اي ردود افعال منهم؟ هو طبعا وصلني ردود افعال، ومن اهم ردود الافعال اللي وصلتني اللاعب طبعا العالمي رونالدينو، رسمت له صوره وصلت له وشكرنا عليها في مسج خاص على الانستجرام، وعمل لي فولو طبعا على الانستجرام، ودي بجد حلو من طبعا احسن الحاجات في حياتي اللي حصلت لي الحمد لله. وطبعا بتوصل الرسومات للعيبه، بس ممكن ايه يعمل لي لايك، بس دي من اكتر الحاجات اللي فرحت بيها. طب وفين نسر الاهلي يا محمد؟ طبعا نسر الاهلي ده في قلبي، النسر الاهلي عايزين بقى طلعه من قلبك نحطه برضو على يعني مكان مناسب ليه عشان نشوف. اكيد انت برضو هتبدع فيه طبعا، ده حاجه هتطلع بروح بقى طبعًا. بروح الاهلاويه بقى دي ان شاء الله، وبتطلب مني كتير جدا، بس انا بقعد فتره على ما بجهز الرسمه علشان اطلعها بالشكل. قد ايه تقريبا؟ هو مثلا يعني اقصى حد ممكن 5 ايام، ممكن يومين في النازل. طب حلو، ما تزيدش عن كده يعني. الحمد لله. طبعا بس مجهود. انت وعدتني انك هترسمني فين؟ مش عارفه على انهي جدران. عند بيتنا بقى. مفيش مشكله، عينيا طبعا باذن الله. جميله الصور ما شاء الله. وبعدين يعني حتى كمان فكره الظلال الديتيلز طبعا. اللي بيوصل الرسمه انها 3D الديتيلز بتاعها. مين الشخصيه اللي انت حابب بقى ترسمها؟ بص، هو شخصيات كتير. عالمية ولا محلية؟ لا محلية. قول لي مين. انا حابب ارسم الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، والدكتور مجدي يعقوب وابطالنا الشهداء كلهم. يعني رسمت البطل الشهيد احمد المنسي، برضو في ابطال كتير تترسم. انا نفسي اخلد ذكراهم، يعني الناس اللي بتكلم عنها نفسي ارسمها في الشوارع. انا الرسومات اللي برسمها دي في مكان خاص بي، انا نفسي بقى انزل ارسم دول في الشارع. وباذن الله باذن الله قريب جدا، يعني في اخبار كويسه ان هيجي لي تصاريح وهننزل نرسم في الشوارع الله. وبلدنا تتشرف بينا ونطلع باسم بلدنا زي ما بره بيستغلوا الشوارع الرسم جرافيتي. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. انت شخص جميل وشخص موهوب وبتقدم فن حلو جدا وبتجمل الاشياء، فدي ملكه جميله ربنا يديمها عليك نعمه. عايز بس اقول لك افضل محافظ على الشغف اللي عندك ده، عشان ده اللي ان شاء الله في يوم من الايام هيخليك تحقق كل الحاجات اللي انت بتحلم بيها باذن الله. ده توفيق من ربنا، وانا كل اللي انا فيه طول عمري هفضل اقول دي بدايه لحد الليفل اللي هوصله، دي بدايه. وان شاء الله هنوصل وهننافس العالميه ان شاء الله، نوصل للمنافسه العالميه ان شاء الله. هتوصل يا محمد والله، واحنا متفائلين بيك. وزي ما بقول دايما لضيوفنا، البرنامج ده وشه حلو على الناس والله. في ناس بيكونوا معانا بعد كده بيبعتوا لنا يقولوا لنا فعلا الدنيا مشيت، يعني ان شاء الله خير. هو انا مبسوط ان انا معاكم. يعني دي حاجه كده شخصيه مالهاش علاقه باي حاجه، انا مبسوط والله ان انا معاكم. ربنا يخليك، احنا اللي استمتعنا بوجودك معانا وتشرفنا، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. ميرسي جدا، ميرسي جدا والله، وشكرا. للاسف وقتنا مع حضراتكم خلص، بس بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين نعاود اللقاء مره ثانيه، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك. صباح الخير يا فندم، السندوتشات مستنيك. كله جاهز.